سماحة الشيخ، الله يحفظك. جزاكم الله خيرا، رحم الله والديكم. ويبدو أنه حصل خلل في بعض الروابط، فصار في نحتاج أنه نعتذر إلى الأخوة والأخوات الذين دخلوا على الرابط الآخر، والآن إن شاء الله التحقوا بنا على هذا الرابط. إذن نكون إن شاء الله استفدنا من الجزء الخاص بالفلسفة الإسلامية، وإن شاء الله الآن نبدأ مع سماحة الشيخ بكتاب لب اللباب. نتفضل مشكورا. بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد ورحمة. وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله عندنا التوفيق لأجل أن نواصل درسنا حول رسالة لب اللباب المكتوب بيد آية الله تهراني رحمة الله عليه، تلميذ العلامة الطباطبائي، حسب الدروس التي ألقاها العلامة في حوزة قوم المقدس. يقول المؤلف: الشهود في البداية يكون بشكل مؤقت يسمونه بالحال، وليس في يد السالك، ولكن بمواصلة المراقبة وبالتوفيق الإلهي الذي يكون مع المراقبين يمكن أن يصبح مقاما. حينما يكون مقام فليس مؤقت وليس خارج اختيار السالك، يعني السالك كل وقت كل مكان يريد يستطيع أن يفعل هذا. السالك في البداية حينما يجرب الشهود لنفسه الأمور الروحانية ربما يغفل عن عالم الكثرة، مثلا عن الأشخاص الذين حوله والأمور المادية، ولكن حينما يتقدم يستطيع أن يكون له في نفس الوقت اهتمام بالأمور في عالم الكثرة. يعني هو في عين الوحدة في الكثرة. يمكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا كما نقل قال: لي مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب. يعني حالات خاصة من الحضور في محضر الله سبحانه وتعالى والإحساس بالحضور الله سبحانه وتعالى، حتى الملائكة لا يستطيعون أن يحصلوا على هذه التجربة، هذا النوع، هذه الشدة من القرب. ولكن في نفس الوقت رسول الله كان بشر وكان مثلنا، وكان يأكل، يمشي، يتزوج، يسكن، يسافر،
أنا بشر مثلكم. فهذا أمر يحصل للسالك المتقدم، وطبعا خب رسول الله هو وصل إلى كل المراحل وجاوز كل أسوار الأربعة. السؤال الآخر، هل يكون الوصول إلى التوحيد الكامل، التوحيد المطلق هو يسميه، هل يكون الوصول إلى هذه المرحلة من التوحيد منحصرة في الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام، أو سائر الناس أيضا لديهم هذه الإمكانية، إمكانية الوصول إلى التوحيد المطلق، الفناء في الله والبقاء بالله؟ هو يقول النبوة كمنصب ليست متاحة لغير المخصوصين بالنبوة، يعني عندنا 124,000 نبي، طب لا يمكن أن يكون واحد إضافي، عندنا 12 أئمة، لا يمكن أن يكون هناك شخص يشبه الإمام الثالث عشر والرابع عشر، هذه المناصب محددة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ولكن التقدم الروحاني ليس فيه مشكلة أو أي محدودية، لا نريد أن نقول نحن نستطيع أن نكون مثلا أئمة المعصومين، ولكن نحن نستطيع أن نكون أفضل من بعض الأنبياء، كما قال علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، بعض العلماء الربانيين لو كانوا في الزمن السابق ربما كانوا أنبياء، وبعض أولئك الأنبياء لو كانوا اليوم موجودين معنا ما كانوا يستطيعون أن يكونوا أنبياء، كانوا يكونوا علماء ربانيين. فمسألة منصب النبوة ومنصب الإمام الشيء والتوحيد المطلق شيء آخر، أو الولاية، ويقول نحن نعني بالولاية الوصول إلى مقام التوحيد المطلق والفناء في الله سبحانه وتعالى، هذا ما نعني بالولاية، وهذه الولاية ليست مقصورة على الأنبياء والأئمة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا الأمة إلى الاقتداء به والسير خلفه، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنستطيع أن نمشي خلفه ونترقى إلى أعلى درجات الكمال. هناك حديث عن طريق العم، حديث رائع جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسجم هذا الحديث مع مبادئنا وقواعدنا. حسب هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا تكثير في كلامكم وتمريج في قلوبكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع. فيعني الباب مفتوح، عندنا مشاكل، عندنا موانع مع الأسف، ليس هناك الطريق، الطريق موجود بس نحن أمامنا موانع بسبب تصرفاتنا، أو على الأقل بسبب عدم قيامنا بإزالة هذه العوائق والموانع. رسول الله يقول لو كنتم تقللون من كلامكم، تجتنبون عن الكلام غير اللازم، وإذا كنتم في حالة الرقابة بالنسبة إلى ما يجري في قلوبكم كان بإمكانكم أن تتصلوا بعالم الغيب،
أن تشاهدوا ما أنا أشاهد، تسمعوا ما أنا أسمع، تسمعوا صوت الملائكة مثلا يمكن. فمشكلتنا أفعالنا التي تكون لغوا، أو أوهام والخيالات والأفكار غير نورانية. عن طريق الخاصة عندنا حديث، ذاك كان عن طريق العامة، عن طريق الخاصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يشير إلى هذا الهيقف بطرق مختلفة، بتعابير مختلفة. مثلا هذا الطريق، الطريق الخاصة، يقول لولا إن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. لولا أن الشياطين يحومون يعني يطوفون يتجولون حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. ربما أن تتصورون، خب ما نستطيع أن نفعل، هم يحومون حول قلوبنا، خب من يدعوهم أو لا يطردهم؟ نحن. إذا نحن في حالة الذكر، هؤلاء الشياطين يبتعدون عنا، يحاولون أن يجدوا من يكون في حالة الغفلة. إذا نحن متذكرون هم لا يبقون هنا ويضيعون وقتهم، يحاولون أن يجدوا شخصا في حالة الغفلة. لرأوا ملكوت السماوات والأرض، فنحن نستطيع أن نرى ملكوت السماوات والأرض. الإنسان حينما يصل إلى هذه المرحلة يحصل له أو تحصل له إحاطة كلية بحسب استعداده بالعوالم، ليس فقط هذا العالم المادي، حتى بالعوالم الأخرى، وليس له فقط في الحال الحاضر في الوقت الراهن، يمكن يكون بالنسبة إلى الماضي، بالنسبة إلى المستقبل. هناك قصة منقولة عن آية الله العظمى سيد علي قاضي طباطبائي وتلميذه في آنذاك آية الله العظمى سيد أبو القاسم الخوي حينما كان شابا، وهذا شيء متأكد عليه كثير من العلماء الربانيين من تلامذة آية الله القاضي، ذكروا هذا بأن السيد الخوي كان في ذاك الزمان يقوم بعمل خاص بإرشاد السيد القاضي، وبعد مدة ذهب إلى السيد القاضي، وهناك تفاصيل أتجنب التفاصيل، والسيد القاضي أراه مستقبله. سيد فاطمينيا ينقل بعض التفاصيل عن ابن السيد القاضي، أنا لا أدخل في التفاصيل. على تهال السيد الخوي رأى حينما أصبح أستاذا في الحوزة العلمية، كان يدرس دروس الخارج، بعد ذلك رأى أنه أصبح مرجعا، والأسئلة والاستفتاءات تأتي من أماكن مختلفة. بعد ذلك رأى أنه من مكبرات الصوت في الحرم، يقولون المرجع الديني آية الله العظمى خوي توفي مثلا، يعني هو
رأى كل هذه الأمور. هذا بسبب أن الأستاذ آية الله القاضي رحمه الله تجاوز هذه القيود الزمنية واستطاع أن حتى يجعل تلميذه يفهم هذه الأمور. هناك قصة إذن رائعة جدا من آية الله حسن زاده آملي رحمه الله الذي توفي مؤخرا. وهذه القصة لا أدري هل مترجمة بالعربية أم لا، بس بالفارسية نفس كلام آية الله حسن زاده آملي موجودة، وهو يقول: كان في زمن قديم، يعني قبل عقود من الزمن، حينما كان يقول هكذا، حينما أولاده كانوا صغار، قال هو كان يلقي بعض الدروس في مدينة آمول في شمال إيران، لأنه في أيام عطلة الصيف كان يذهب إلى آمول بسرعة ويقضي أوقاته في مدينته ويلقي دروس على أهل بلده، كما القرآن يقول: لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وكان له هيئة هناك، و25 سنة كان هكذا تعبه، ربما أكثر من هذا، بس في بعض المقاطع يقولون 25 سنة. كان أيام صيف، ألقى درسين، صلى بالناس صلاة الجماعة، ذهب إلى البيت، تغدى، وكان يريد أن يستريح قليلا، ولكن الأطفال كانوا يلعبون و أصبح يعني شيء من الضوضاء، لا ما كان يستطيع أن ينام. هو ذهب إليهم قال مثلا: حاولوا أن تكونوا مثلا بهدوء. على حال ما سمعوا، فهو أصبح غاضبا ويقول: تكلمت معهم بغضب، وإذا مع أمهم، أمهم قالت: خب هؤلاء أطفال، يعني لا أستطيع أن أسكتهم وكذا. فهو يقول: بعد هذا أنا أحسست، هو يقول انفعال، منفعل شدم بشيء من الكدورة في قلبي، يعني هناك شيء من يعني كأن قلبي أصبح مسدودا، انسداد، انفعال، حزين. يقول: خرجت من البيت، ذهبت اشتريت بعض الحلويات والفواكه و قدمت للأولاد، اعتذرت منهم من أمهم، ولكن يقول ما نفع. فقال لأهله: أنا أذهب إلى طهران وربما أبقى هناك في الليل. فأخذ حافلة، يعني تذكر الحافلة، ذهب إلى طهران، وفي طهران سأل الناس: كيف أستطيع أن أذهب إلى مدينة تبريز؟ أخو العلامة طباطبائي آية الله سيد محمد حسن الإلهي، ما كان معروف بالإلهي، كان مريض في المستشفى. يقول: حينما كان في المستشفى أنا كنت معه كممرض معه، ولكن بعد ذلك هو رجع إلى تبريز. فيقول: أنا لأول مرة ذهبت إلى تبريز، ف بعد صلاة المغرب غادرنا طهران،
من باب همايون كان هناك يعني مواقف للحافلات، ذهبنا إلى تبريز، وصلنا حوالي صلاة الفجر. سألت هل هناك حوزة علمية؟ قال نعم هناك مدرسة طالبية. فذهبت هناك، صليت صلاة الفجر، تكلمت مع بعض الطلبة حتى بدأ النهار. فسألت أين بيت آية الله إلهي؟ فذهبت إلى بيته. هو يقول حينما كنت مع آية الله إلهي في السابق، قلت له حينما أنت تلتقي بآية الله القاضي، رجاء اسأل منه أن يكون يعني مهتما بي، يدعمني. آية الله القاضي كان توفي قبل سنين، ولكن أخو العلامة كان له طريق من قبل آية الله القاضي، كان يستطيع أن يتصل بآية الله القاضي بروحه. على تعالى قال حينما وصلت إلى باب بيت آية الله إلهي، دققت الباب، وأول جاءت امرأة، بعد ذلك جاء آية الله، وذهبنا إلى الداخل. وقال، قبل أن أقول أي شيء، قال: أنا كنت مع آغا، وقلت له رجاء التفتوا بحاجة عمولي أو حاجة حسن زادي عمولي. آية الله حسن زادي يقول: ما أنني كنت تلميذه، ولكن كان هو مؤدب جدا، فكان يشير إلي بحاجة حاجة عمولي وراجع أحسن زادي عمولي. فيقول: قلت لآية الله القاضي رجاء التفتوا إلي، ولكن ماذا فعلتم؟ آغا قال: آغاي عمولي. آية الله القاضي ما قال حاجة، قال: آغاي عمولي الذي يتعامل هكذا مع أهله، كيف له الطمع مثلا أن يصل إلى الدرجات العليا؟ قريب من هذا. آية الله حسن زاده يقول: بالإمام الصادق أقسم، في ذاك الوقت قلت في نفسي: إذا هؤلاء عندهم هذه الإمكانية، فكيف الإمام الصادق عليه السلام؟ كيف الأئمة عليهم السلام مثلا؟ فهو يقول هذا أصبح يعني كان في الأمس في العصر في مدينة عامول، وأنا جئت مباشرة إلى هنا، ما شخص اتصل بالهاتف، ما شخص قال أي شيء. كيف هو فهم هذه الأمور؟ اتصال أخي علامة بآية الله القاضي وإخبار آية الله القاضي له بهذه الأمور، هذا يدل على أننا أيضا نستطيع أن نتصل بعالم الغيب ونتخطى ونتجاوز هذه القيود هنا وهناك في المكان وهذا الزمان، مستقبل ماضي. هذه الأمور للناس حينما هم مسجونون في إطار المادة. ف يمكن ينقل عن شيخ عبد الكريم الجيلي من العرفاء، وعنده كتاب باسم الإنسان الكامل، يقول: سنحت لي حالة، بس هذه كان حالة، في تلك الحالة كنت أشعر بأن كل الأمور مشهودة لي، يعني كأن كل العالم حاضر لي،
هذا يمكن. طبعا المشكلة علاقة النفس بالبدن وتدبير البدن، هذا لا يسمح للنفس أن تكون حرة، فتكون مسجونة، وحتى إذا حدث شيء بسرعة النفس ترجع لأنه تريد أن تدبر الجسد. أحد عرفاء الهند شيخ ولي الله الدهلوي من مدينة دهلي، له كتاب اسم الهمعات، يقول: فهمت، أخبرت، أخبروني بأنه بعد الموت يستغرق 500 سنة حتى نستطيع أن نتخلص من التعلقات بعالم المادة أو بالنشأة المادية. يعني حتى بعد الموت ليست كل رواسب، يعني كل الأمور المتبقية من اهتمامنا بعالم الدنيا يزول بسرعة، يحتاج إلى 500 عام، الذي هو نصف يوم عند الله. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نصف يوم، ولكن يوم من أيام أخرى آخرة. في هذا العالم الفرص لنا متاحة وغير متناهية، وليس شيء في الواقع يحبسنا إلا أنفسنا. الله سبحانه وتعالى ليس هو يحتجب عنا، وليس هو يحبسنا، وليس هو يؤخرنا. كل شيء يرجع إلينا وإلى العزم. نحن بحاجة إلى العزم والإرادة القوية إن شاء الله. بعد ذلك هناك كلام حول الإشارة الواردة في النصوص إلى هذه الأمور، وليس بالضرورة التصريح. إن شاء الله ندرس هذا في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا سماحة شيخنا الجليل، حقيقة مفاهيم عالية، ويعني بعضها قد تكون معقدة، بعض الشيء قد تكون هناك تساؤلات كثيرة لدى بعض الأخوة والأخوات، لا سيما في مفاهيم وراء الطبيعة التي تفضلتم بها. أتصور بأنه يعني نحتاج إلى مزيد من إلقاء الضوء عليها وتفصيلها إن شاء الله في الجلسات القادمة. إن شاء الله. إذن نبدأ فترة الأسئلة. نبدأ بالدكتور باسم خلف. تفضلوا دكتور، تفضلوا. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حقيقة اليوم المحاضرة أشوفها مترامية الأطراف وفيها كثير من التساؤلات، وعندي يمكن 5 أسئلة، لكن لحتى أتركها لأنه حتى أعطي مجال للمتداخلين الآخرين. فيما يخص العلم الحضوري والعلم الحصولي، حقيقة أنا أمزج ما بين علم النفس الإدراكي وما بين نظرية علوم المنطق مثل أو الفلسفة، بحيث أنه عندنا إشكالية في عملية الإدراك الذهني البصري وما يسمى بالعلم الحصولي، أي المشاهدة في العوالم الخارجية. وهذه النظرية طرحها جيمس جيبسون، تسمى نظرية الإطار الإرشادي، إنه الاكسترنال الصورة الخارجية information أيضا، والبروكسيمال ستيميليشن
ما يسمى بالصورة الخارجية والوسط أو معلومات الإعلامية الانفورميشن والتنبيه الذاتي أو التحفيز الذاتي. لا يزال العلم الآن، علم النفس الإدراكي، عنده مشكلة ما بين ليس كل ما نراه في الخارج هو مطابق لما موجود في الذهن. قد يكون مثل ما انه نشوف الاجسام الخارجيه مثل عمارتين، بنايتين كبيره، واحده القريبه مني اشوفها اكبر من البعيده، لكن بالحقيقه هن نفس المقياس نفس الطول، لكن ما يسمى بالوهم البصري يبين لي انه الاجسام مختلفه لكنها في الحقيقه هي متشابهه. الذي يثبت هذا التشابه هو خبرة الإنسان وما يسمى بالخبرة الذاتية أو التثبيت الذاتي حسب ما نظرية أفلاطون وأرسطو. أرسطو يعتبر أنه المعرفة هي اكتسابية، بينما أفلاطون، وحقيقة أنا معجب به وأميل إليه كثيرا، يعتقد أن كل ما موجود في العالم الخارجي هو موجود في العالم الداخلي، يعني المعرفة والعلم هو أصلا ذاتي، وإنما يتعلم المتعلم هذه المعلومات حتى تقدح المعلومات الموجودة في الذهن، فأصل المعرفة هي موجودة في الذات. إذا يعتبر أن أصل العلم هو علم حضوري وليس علم حصولي، وإنما علم الحصول مرتبط بالزمن، مثل ما حضرتك سمحت الشيخ قلت أنه علم الله سبحانه وتعالى خارج الزمن، أما علمنا نحن مرتبط بالزمن سواء كان حصوليا أم حضوريا. حقيقة هاي الإشكالية لأنه الفلسفة تبتدئ عندما يعجز العلم، ولا إلى الآن مسألة خلافية، والأبحاث التجريبية مستمرة على قدم وساق ما بين أنه الذي نراه في العالم الخارجي متمثل في العالم الداخلي أي في الذهن، ولكن ليس مطابقا بالضرورة 100%. إلى جانب آخر، حقيقة بالنسبة للمقامات، حضرتك ذكرت المقام الغفلة، ويوجد في كتاب منازل السائرين يعتبر أنه المقامات 100 مقام. المقام الأول هو اليقظة والغفلة، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أصابهم نزغ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالغفلة عكسها اليقظة، فاليقظة هي مرتبط بالانتباه والذكر. هل السؤال هل يوجد مقام آخر يسبق هذا المقام الأول، أنه المقام العارف السالك إلى الله يحتاج إلى اليقظة والانتباه والحذر، فهل هنالك مقام آخر يسبق عملية اليقظة واللي عكسها الغفلة؟ يعني الغفلة والسبات، لأنه الشيطان يأتي من حيث الغفلة، والإنسان البصير كما قلت أنه لولا الشياطين يحومون على قلب ابن آدم لرأوا الملكوت، فهذا ليش بالغفلة؟ فحقيقة هو هذا التساؤلات اللي أنا أطرحها. وأيضا آخر شيء، نظرية التكامل اللي ذكرتها سماحة الشيخ بقضية إذا ممكن باختصار. شكرا دكتور. لا هي شكرا جزيلا، بس آخر نقطة هي هاي نقطة نظرية الشهيد محمد باقر الصدر، نظرية التكامل الروحي، أنه مسألة التكامل يبتدئ الإنسان من عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الملكوت، مسألة التكامل لا تنتهي. شكرا جزيلا وأسف على الإطالة. الله يحفظكم إن شاء الله، يوفقكم. مرحلة الغفلة طبعا ليست من مراحل السلوك ومنازل العارفين، لذلك يقولون الخطوة الأولى، وبعضهم حتى يقولون هذه ليس خطوة أولى، هذه يقولون هذه خطوة صفر، مرحلة اليقظة. بعضهم يقولون هذا هو الخطوة الأولى منزل الأول، بعضهم يقولون لا، هذا يعني أصلا بداية الطريق، والمنزل الأول يكون بعد هذا. وأما قبل اليقظة ليس هناك أي تقدم في مجال العرفان، السلوك يبدأ باليقظة. بالنسبة إلى سائر الأمور شكرا جزيلا. بالنسبة إلى إمكانية التكامل بعد الموت، طبعا يبدو أن إمكانية التكامل في حالة البرزخ
موجود، ربما يوم القيامة أيضا بعض التغييرات، وحتى بعد الحساب، لأن بعض الناس مثلا يدخلون جهنم ولكن ليسوا يبقون. من مات إيمان لا يكون مخلدا إلا بعض المذنبين، مثل من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا، ولكن أكثر الناس المؤمنين بعد مدة يتركون جهنم. فهناك شيء من التكامل، ولكن كيف التفاصيل يحتاج إلى البحث. هناك سؤال آخر، تفضل. نعم، هل من الممكن شرح الموت الاختياري الذي يشار إليه بالنسبة للعرفاء، وهل هم قادرين على أن يموتوا حقا؟ هناك شيء يسمونه بكشتن نفس، نفس أمارة، يعني أن يقتل الإنسان النفس الأمارة. في بعض النصوص، بعض الكلمات هذا يأتي، يعني يجب أن نقلع مادة الشهوة النفس الأمارة. أما مسألة الموت الاختياري شيء آخر، يعني له صلة ولكن يختلف. الموت الاختياري يعني الإنسان بنفسه يستطيع أن يختار هل يريد أن تكون نفسه مع جسده، أو تريد أن تنخلع النفس عن تدبير الجسد. كل إنسان بالموت يجرب هذا، ولكن قد يكون مؤلما جدا إذا عندك علاقة مع الدنيا والجسد لعقود من السنين، فالانخلاء عن الجسد مثل نزع جلد، صعب جدا، أو نزع مثلا أظافير، صعب جدا. ولكن بعض الناس لا، مثل حتى بعض الناس هذا يكون مريح لهم، لأن الدنيا لهم سجن، وهذه تعلقات الآخرين، هم يحسون بأن هذه كأغلال، فالموت ليس لهم صعبا. العرفاء الذين يحصلون على الموت الاختياري يعني ليس له أي تعلق بالدنيا، لعل ذلك يستطيعون أن يغادروا ويرجعوا. يمكن، وهناك شيء ذكره آية الله سيد أحمد فهري. آية الله سيد أحمد فهري كان ممثل السيد الإمام في سوريا، كان يصلي في حرم السيدة زينب لسنين، ربما بعضكم التقيتم به. وفي بداية الثورة نشر بعض الكتب مثل آداب الصلاة للإمام الخميني. هو أدرك السيد القاضي لفترة، يقول السيد القاضي كان مريضا و التقيت به، ذهبت لعيادته وسألت عن حاله كذا. قال أنا سألت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لأجل أن يكون التجرد، وهذا هو كان يقصد الموت الاختياري، ملكة لي. وسيد القاضي قال له هذا يحتاج إلى سنتين، يعني سيد القاضي في نهاية عمره قال لأجل أن يحصل هذا لي كملكة يحتاج إلى سنتين. وسيد فهري يقول بالفعل هو توفي بعد سنتين. فآية الله القاضي حتى في البرزخ يستطيع أن يتصل بهذا العالم، لأنه تجاوز هذه المرحلة. بس
هذا شيء لا نذكره لكل شخص، ولكن إن شاء الله يبقى عندكم. فهذه الأمور ممكنة، هذه حجة لنا، يعني هذه أشياء ممكنة وليس قصة، ليس رؤيا، ليس خيال. نعم شيخنا الأستاذ حسين السوداني يسأل كيف يعني استدلوا على أنه ممكن للشخص أو هل إن يكون هناك تعلق للميت بالدنيا؟ ربما أنتم ما ذكرتوا تعلق بالدنيا إنما رواسب نعم، الدنيا رواس. لمدة 500 عام. تفضلوا. نعم، بس هذا لا يذكره المؤلف ك يعني شيء محدد، يعني 500 سنة وليس أكثر، بس يستشهد يعني يستأنس بهذا الكلام من أحد العرفاء عبد الكريم الجيلي، بس لا نقول يعني كحجة مثلا ونقسم عليه. الفكرة مهمة، الإنسان يستأنس بسرعة، نحن ابن هذه الدنيا، حينما فتحنا أعيننا فتحنا إلى هذه الدنيا وتربينا على حب الدنيا هكذا، فمن الصعب جدا أن نقطع العلاقة مع الدنيا بالموت. لذلك النفس علاقته مع الجسد تبقى مسألة، جسد الميت مسألة مهمة جدا، علاقة النفس بالجسد يبقى، علاقة النفس ببيته يبقى، تبقى بأهله تبقى. فربما حسب ما قاله هذا العارف يعني لا نقول كحجة أو كبرهان، بس نكتة مهمة، ربما ليس 500، ربما أقل أكثر أو يتفاوت. هو قالوا له هكذا، هو يقول فهموني هكذا، بس نحن لا نريد أن نقول هذا سند أو حجة. الفكرة مهمة، ليس الإنسان يتخلص من رواسب الدنيا بسهولة وبسرعة أو فجأة بالموت، يحتاج إلى وقت. أنا الشيخ حينما قرأت هذا لأول مرة كان يعني جيد، بسبب أنني كنت أقول للإخوة والأخوات الذين يعني نعمل معاً، كنت أقول لهم أنا بحاجة إلى 500 سنة من العمر حتى أحصل على ما أريد أن أحصل، لأنني أحس بأنني أمامي واجبات كثيرة ومهمات كثيرة وأنا بطيء، فأحتاج إلى 500 سنة. حينما قرأت هذا النص أول مرة قبل مدة، فكان لي جيد يعني غريب يعني interesting، بأنه هو إذن يذكر 500 سنة لأجل التحرر من رواسب الدنيا، فهذا يعني اقتران كان جيد لي. في الواقع يعني أمامنا كثير من الأمور نحن بحاجة حتى في الدنيا أن نبقى وننهي، ولكن العمر ضيق، الوقت قصير جدا، فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى يعطينا بركة في حياتنا إن شاء الله، حتى على الأقل ننهي ما يكون ضروريا إن شاء الله. إن شاء الله سماحة الشيخ، شكرا جزيلا. الله يمكن يحفظكم. هذه هي كانت الأسئلة والاستفسارات، كانت عندي بعض الاستفسارات، على كل حال نتركها إلى اللقاءات القادمة إن شاء الله. نشكركم ومرة أخرى نعتذر للأخوة والأخوات بداية الدرس في الخلل على الرابط، وإن شاء الله نلتقيكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في إن شاء الله الدرس الجديد بإذن الله تعالى. أنا أسألكم الدعاء جميعا الله يحفظكم إن شاء الله. قبل أن ننهي، جعلت هنا رابط وصلني اليوم، القصة التي ذكرت من آية الله حسن زاده، بعض الإخوة جعلوا English subtitles
هذه هل شفتم هذا amazing نعم personal story، بس ربما مترجم بالعربية إذن، فهذا نفس القصة يعني، هو ينقل بالفارسية، يتكلم بالفارسية، نعم وهناك subtitle بالإنجليزية، وربما أيضا موجودة بالعربية. رائع جدا. نعم بعثته في هذا الشات، وإن شاء الله راح أنقله إلى الجروب إن شاء الله للأخوة والأخوات نعم بحيث يستفيدون منه، لأنه أيضا يعني الترجمة العربية موجودة أها مكتوبة جميل على نصا إن شاء الله. إن شاء الله إذا نستفيد إن شاء الله من هذا المقطع الفيديو، وإن شاء الله نسأل الله أن يعني نستطيع فعلا أن عبر إن شاء الله تفهمنا لهذه المعاني العليا التي يطرحها سواء سماحة الشيخ طبعا سواء في درس الفلسفة أو درس العرفان. شيخنا لديكم أي شكرا، أسأل جميع الدعاء. نسألكم الدعاء جميعا، ونلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم. إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على عليكم محمد السلام ورحمة الله وبركاته. وآله اللهم الطيبين. صل على الله محمد. بإذن في أمان الله. الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم، في أمان. باش میکنه مدرسه طالبیه است، مال طلبه هست اینا. ما رفتیم مدرسه و مسجد نشستیم و نماز صبح رو خوندیم و مقداری نشستیم با بعضی طلبه هم صحبت، تا آفتاب شهر تبریز رو گرفت بالا آمده، ما پرسان پرسان رفتیم منزل استاد حضرت آیت الله سید محمد حسن الهی، در زدن خانم